إذا حج الإنسان أو اعتمر عن أحد أقربائه من الأموات، فهل يكتب له هو الآخر أجر مع الميت أم الأجر يكون للميت فقط؟ جزاكم الله خيرا. أجر المناسك يكون لمن نوي له، ولكن للنائب أجر في حضوره في المشاعر ودعائه فيها، وما زاد عن المناسك من العبادات يكون أجره له، صلاته في مكة في المسجد الحرام، صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، أيضا نفعه لأخيه الميت وإبراء ذمة الميت إذا كان هذا الحج واجبا عليه، فإنه يؤجر على ذلك أيضا.